الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتحية الإسلام الخالدة أحبتنا المشاهدين والمشاهدات، نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى. في معيتنا اليوم معالي الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. باسمكم جميعا نرحب بفضل الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخنا المبارك. حياكم الله وبارك فيكم. نبتدئ فضل الشيخ بارك الله فيكم في هذه الأسئلة التي جاءتنا من إحدى الأخوات. تقول فضل الشيخ: أنا مطلقة من زوجي 3 مرات متفرقة، ولي منه 5 أولاد، ويطلب زوجي وهو كبير بالسن عمره فوق 80، يقول يطلب عودتي، علما بأنه يقول لم يعترف إلا بطلقتين، فهل لي رجعة عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال لا بد أن يعرض على القاضي في المحكمة، والقاضي يرى رأيه فيه. نعم، بارك الله فيكم. سائلة تقول فضل الشيخ: لي أخت كانت فاقدة للذاكرة ولم تصم من رمضان إلا سوى 9 أيام، فهل تقضي الصيام وهل تطعم عن كل يوم؟ إذا كانت فاقدة للذاكرة بصفة دائمة فليس عليها صيام، أما إذا كانت تفقد الذاكرة في بعض الأحيان وتعود إليها في البعض الآخر فإنها تصوم في الوقت الذي تعود إليها ذاكرتها. نعم. طيب، وهل الشيخ تقول يعني بارك الله فيكم إذا فقدت في أول النهار ثم عادت بعد ذلك ولها ذاكرتها، ماذا يكون الحكم؟ إذا كانت صامت ومعها ذاكرتها في وقت السحر، نعم، ثم فقدتها في أثناء النهار وعادت إليها فصيامها صحيح إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. تقول: أسألكم فضل الشيخ الدعاء لها بالعافية. الله يشفيها ويعافيها، اللهم آمين. سائل يقول فضل الشيخ: أنا ولدي عمره سنتين سائلة تقول ولدي عمره سنتين وعجزت أن أفطمه، هل الرضاعة بعد السنتين حلال أم حرام؟ ترضعه إلى أن يتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام فإنها تفطمه، أما ما دام أنه لم يتغذى في الطعام فإنها ترضعه ولو زاد على الحولين لئلا يتضرر بترك الرضاع. بارك الله فيكم. وفي سؤال الآخر تقول: أختي مسجلة في السعودة وتأخذ 500 ريال شهريا، هل يجوز ذلك؟ هذا حسب النظام، إذا كان النظام يمنع من هذا فلا يجوز لها. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: لماذا يسلم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة على الميت؟ هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نسلم تسليمة واحدة لأن هذا هو الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. سائلة تقول: توفي زوجي وله سنة على ذلك، ولا زلت حزينة عليه حزنا شديدا وأبكي عليه، هل علي من تثريب وماذا تنصحونني؟ مجرد البكاء لا يعذب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: والدي مريض مرض نفسي، هل يجوز أن أدخله المصحة وهل إذا فعلت ذلك أنا آثم؟ لا بأس، إذا كان له علاج عند المصحة فأدخله عندهم، وهذا من المأمور به شرعا، أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جهل، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم، بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: لم أدفع الزكاة لسنوات عديدة، هل لي توبة؟ نعم، لك توبة وتدفع الزكاة عن السنوات الماضية كلها لأنها دين في ذمتك. نعم. يقول في فقرته الثانية: ماذا إذا كنت لم أعرف عدد السنوات، ماذا أفعل؟ تقدرها وتجتهد في تقديرها وتحتاط. نعم، الاحتياط يكون فضل الشيخ بالزيادة؟ نعم، بزيادة عما في ذهنه.
نعم. بارك الله فيكم. هل الأفضل أن نقرأ القرآن من المصحف أم نقرأه غيبا من الحفظ؟ يختلفون الناس، منهم من يكون قراءته من المصحف أضبط، ومنهم من يكون قراءته عن ظهر قلب أضبط، فالناس يختلفون في هذا. نعم. بارك الله فيكم. ما الفرق بين أن نقول لعن الله وأن نقول لعن رسول الله؟ لا فرق بينهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من لعنه الله، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. شرع الله حدا للمرتد بأن يقتل، فهل يعتبر ذلك إكراه من الدين؟ لا إكراه في الدين، يعني على الدخول في الدين، أما إذا دخل فيه وعرفه ثم أنكره فإنه يقتل حدا لئلا يتلاعب بالدين، فالدين لا يتلاعب به، عرفه وأقر به ثم تركه وارتد عنه هذا يقتل لأنه يتلاعب بالدين. نعم. بارك الله فيكم. ورد في من علامات الساعة الكبرى ما يكون في أرض المحشر، أن النار تحشر الناس إلى أرض عدن، فماذا يعني ما يتعلق بحشر الناس في بقاع الأرض كلها؟ الله قادر على كل شيء، ونحن نؤمن بما جاء في الحديث ولا ندخل في الافتراضيات، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. أم رهف تقول: أمي حجت متمتعة العام الماضي ولم تطف طواف الإفاضة وكانت جاهلة، هل عليها شيء؟ نعم، باقي عليها طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، فعليها أن تذهب وتأتي بطواف الإفاضة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: الشهب التي جعلها الله سبحانه وتعالى رجما للشياطين، هل لا تزال حتى هذا اليوم هي باقية في سنة الله؟ نعم، خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم. بارك الله فيكم. لعبة النردشين التي ظهرت الآن على الجوالات، ما رأي فضيلتكم فيها؟ حرام ولا تجوز، هذا من فعل المجوس ومن لعبة المجوس، وهي من الباطل، فيجب إنكارها والابتعاد عنها. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى صدق العزيمة في العبادة؟ النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح العبادة إلا بنية. نعم. بارك الله فيكم. هل الأعم الشرك أم الكفر؟ الكفر أعم، لأن المشرك يؤمن بالله، يؤمن بوجود الله عز وجل، وأما الكافر فإنه قد يكون ينكر وجود الله عز وجل ويعطل الكون من الخالق. نعم. بارك الله فيكم. أم ياسر تقول: زوجي قال لي قبل فترة: أنت طالق طالق طالق، ثم بعدها قال: أنت حرام علي. وكثيرا ما يكثر الحلف بالطلاق، ويعني ينفذه أحيانا بالحلف وأحيانا لا. تقول: ذهبت إلى أهلي وكلمنا شيخ وقال إن الطلاق لا يقع لأنه في طهر جامعك فيه، فما رأي فضيلتكم؟ هذا يرجع فيه إلى دار الإفتاء، يعني السائل يكتب سؤاله أو يأتي إلى دار الإفتاء وسيجد الجواب في مكتب الطلاق، فيه مكتب خاص للطلاق في دار الإفتاء، يأتي ويقدم سؤاله إليه. نعم. بارك الله فيكم. هل يقع طلاق المرأة الحائض؟ نعم، يقع مع الإثم. يقع مع الإثم لأنه طلاق بدعي. نعم. أم عبد العزيز من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، هل أعمال الطاعة التي يعملها المتخاصمان من صلاة وصيام وعمرة وصدقة وغيرها في فترة الخصام، هل إذا اصطلح تقبل لهم الأعمال التي عملوها في فترة الخصام؟ الخصام لا يبطل الأعمال، الخصام بين الناس والخصومات لا تبطل الأعمال ولا تترك الأعمال في أي وقت كان،
فلا تبطلها، ولكن عليهم التوبة مما حصل بينهم من الخصام والمقاطعة والكلام غير اللائق. نعم. طيب بارك الله فيكم. السؤال الثاني تقول: كيف كان قيام داود عليه السلام؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام، وهذا خير القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول فضل الشيخ: هل لكم بارك الله فيكم من تمثيل بالساعات في واقعنا اليوم؟ ساعات، يعني تقول هل تصور لنا كيف هذا القيام نطبقه في ساعات من هذا اليوم؟ ما فهمت السؤال. تقول الشيخ يعني هل بالإمكان أن تشرح لنا لو أردنا أن نطبق هذا القيام في ساعات اليوم كحالنا اليوم، مثلا إذا كان المغرب يؤذن الساعة 6 والفجر يؤذن الساعة 5؟ نعم، تقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه ثلاثا، وهذا يختلف باختلاف الفصول، فتقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر إلى ثلاثة أقسام، كل قسم منها ثلث الليل. نعم. في سؤالها الآخر تقول: هل يقع طلاق الحامل؟ نعم، يقع طلاق الحامل إذا تبين حملها، فهذا لا إشكال فيه. نعم. بارك الله فيكم. لو تصدقت عن كل من اغتبته أو دعوت له وقد تبت من الغيبة، فهل يسقط حقه علي يوم القيامة؟ لا بد مع التوبة من استسماحه إذا أمكن، طلب المسامحة منه إذا أمكن، وإذا لم يمكن فتكفي التوبة مع الدعاء له، الدعاء للمظلوم. نعم. بارك الله فيكم. في سؤال متكرر في نفس المعنى من عمر الناشري يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، فقلت لها طالق 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 في مكان واحد وزمان واحد، ونحن نريد أن نرجع إلى بعضنا. تراجع المحكمة، تراجع القاضي في هذا الطلاق، وإن كنت في الرياض فتأتي إلى دار الإفتاء. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا؟ العلم بمعناها، معنى النفي ومعنى الإثبات، لأن لا إله إلا الله تتكون من ركنين: النفي لا إله، والإثبات إلا الله. فلا إله تنفي جميع الألوهية عما سوى الله، إلا الله تثبت الألوهية لله وحده. نعم. بارك الله فيكم. سائلة تقول: فضل الشيخ، تعالجت عند شيخ للرقية وأعطاني بعض الأشياء التي أشربها، ولما أخذتها حصل عندي في بطني بعض التفجيرات وبعض الآلام، فذهبت إلى المستشفى فتبين لي أني حامل وأن هذا الحمل سقط مني، أولا أنا كنت لا أعلم أني حامل، فهل علي ذنب فيما حدث؟ لا شك أنه لا يجوز لك أن تذهبي إلى غير المختصين لأجل العلاج، فأنت ذهبت إلى غير مختص، وربما يكون هذا الدواء أثر عليك، فلا تذهبي إلى مثل هؤلاء. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز التصدق من معاش الضمان علما بأنه ليس لي دخل غيره؟ لا بأس بذلك، إذا أخذتيه فقد ملكتيه تتصرفين فيه. نعم. بارك الله فيكم. يصادف أحيانا حينما نسافر إلى الخارج أن نصلي في بعض المساجد فيتضح لنا بعد الصلاة أن فيها قبور، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ تعيدون الصلاة إذا تبين لكم أن المسجد فيه قبر، الصلاة غير صحيحة فتعيدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإليها، لأن هذا من وسائل الشرك بالله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يصادف أحيانا فضيلة الشيخ مع الإيمان بأن ذلك كفر،
يذهب البعض إلى كاهن أو يذهب إلى قبر من القبور فيسأل شيئا مما يعني يحتاج له، ثم يصادف أن يتحقق له ذلك الشيء، فما هو الرد على مثل هذه الفتنة التي تقع لبعض الناس؟ حصول الشيء لا يدل على جوازه، قد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى، فالمدار على الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. وأما حصول الشيء لمن دعا غير الله أو دعا عند القبر، هذه استدراج من الله عز وجل وخذلان لهذا الإنسان. نعم، بارك الله فيكم. الأخت شروق الشهري تقول: فضيلة الشيخ، ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ نعم، مجرد حديث النفس من غير كلام هذا يعفو الله عنه عز وجل، وإذا تكلم الإنسان ونطق بذلك أو عمل به فإنه يؤاخذ. نعم، بارك الله فيكم. رفع عيسى عليه السلام، فكيف نرد على من يقول أن الأنبياء أيضا رفعوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المعراج؟ عيسى عليه السلام رفع وهو حي بروحه وبجسمه، أما غيره فيرفع بروحه وأما جسمه فيبقى في الأرض في القبر. نعم، بارك الله فيكم. كيف نفسر في هذا الموضع قول الله سبحانه وتعالى فيما جاء في قصة عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي؟ توفي معناه القبض، ولم يتوفى بمعنى أنه فارقت روحه جسده، وإنما قبض بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام ورفع. نعم، بارك الله فيكم. يقوم البعض فضيلة الشيخ يعني بوضع مواقع له على اليوتيوب وينشر لنفسه صلاة التراويح وبرنامجه الدعوي وشيء من ذلك، ويعني دائما يجعل هناك صفحات تتعلق بكل ما يقوم به من مجالات الخير، هل يعد ذلك طعنا في الإخلاص؟ إذا قصد بذلك أن يراه الناس فهذا من الرياء والسمعة، فعليه يتوب إلى الله عز وجل ولا يظهر أعماله ويفتخر بها. نعم، بارك الله فيكم. أيهما أوجب عند المصيبة، الصبر أم الرضا؟ الصبر لا بد منه، وأما الرضا فقد لا يرضى الإنسان ويكون في نفسه شيء، لكن الصبر لا بد منه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أبوي ظلمني وطردني من البيت وأسمعني كلاما جارحا، ويشهد الله أني هي سائلة تقول: ويشهد الله أني مظلومة وخائفة من العقوق، وقد أرسلت إليه رسائل يعني أستطيب بها نفسه، إلا أنه للأسف لم يقبل يعني استسماحي ولا تقربي إليه، ما رأيكم؟ أم سلطان من الرياض. حاولي معه أن ترضيه، ولو أن تدفع إليه شيئا من المال ونحو ذلك، حاولي معه، لا تيأسي. نعم، بارك الله فيكم. نحن نسمع جلكم الله عن النبي، سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلاب إذا نبحت إنما رأت شيطان، فهل مقصود من هذه الشيطان هو الجن؟ لا أعرف هذا، الذي أعرفه أن الحمار إذا نهق فقد رأى شيطانا، وأما أن الكلاب لا تنبح إلا إذا رأت شيطانا فلا أعرف هذا. الكلاب تنبح إذا رأت غريبا أو رأت سبعا أو رأت شيئا يريد مثلا أن يفترس شيئا من الأموال، فهي حماية، الكلاب تحمي أموال الناس وتحمي أمور الناس، سخرها الله بذلك. نعم، بارك الله فيكم. مؤذن استيقظ على وقت الأذان بدقائق في صلاة الفجر وكانت عليه جنابة، وأصبح بين حيرة، لا يستطيع أن يؤذن وهو جنب، وإن تأخر واغتسل سيتأخر عن وقت الأذان، ماذا يفعل؟ يؤذن، لأن الأذان لا تشترط له الطهارة، فيؤذن ولو كان عليه جنابة ثم يذهب ويغتسل عن الجنابة.
نعم. هل دخوله المسجد فضيلة الشيخ لا إشكال فيه؟ للمرور لا بأس، إذا دخل المسجد لحاجة وهو مار لا بأس، إنما الممنوع الجلوس للجنب في المسجد. ما شاء الله. نعم. الحمد لله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأذان الأول فيما يتعلق بيوم الجمعة والأذان الأول من صلاة الفجر، ما هي المشروعية التي جاءت في ذلك؟ الأذان الأول للفجر هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأما الأذان في الجمعة، الأذان الأول في الجمعة هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن الذي أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة لما كثر الناس وتفرقوا في المدينة وفي مزارعهم، فأمر بالأذان الأول من أجل أن يتهيأوا لصلاة الجمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. بارك الله فيكم. هذه امرأة تقول: أنا متزوجة، طردني والدي ورفض أن يقابلني ومنعني من رؤية أمي والسلام عليها بسبب أني خرجت مع زوجي بدون أن أقابله أو أسلم عليه، حتى إنه رمى الطلاق على والدتي إن دخلت البيت، ما رأيكم فضيلة الشيخ في هذا؟ حاولي إرضاءه وتلطفي معه ولعله إن شاء الله يتراجع. نعم. بارك الله فيكم. في سؤال آخر فضيلة الشيخ: إذا خيرت المرأة بين أن تطيع زوجها أو أن تطيع والدها أو والدتها، من تقدم؟ كلاهما له طاعة عليها، الزوج له حق الطاعة طاعة الزوج، والوالد له حق الطاعة طاعة الوالد، فتطيع كلا منهما بالمعروف. إذا كان أحدهما يأمر بمعصية أو بمخالفة شرعية فلا تطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان يأمر بمباح فإنها تطيعه. نعم. بارك الله فيكم. الحديث الذي يتحدث به الداعية أو إمام المسجد على جماعته غيبا ثم يخطئ في متنه بتقديم أو تأخير أو نقص أو زيادة، هل يأثم في ذلك؟ لا يأثم في ذلك، ولكن عليه أن يضبط الحديث الذي يريد أن يقرأه على الناس، إذا كان يقرأه عن ظهر قلب فلا بد أن يضبطه بالحفظ والإتقان. نعم. بارك الله فيكم. الصلاة داخل حدود الحرم في أي مسجد كان، هل هو بمثل الصلاة في الحرم؟ نعم، لا بأس بذلك. هو الصلاة تضاعف في الحرم المكي عن 1000 صلاة فيما سواه، وعن 100,000 صلاة تضاعف عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد داخل الأميال حدود الحرم. وإذا كان في مسجد الكعبة فهو يزيد فضلا بقربه من الكعبة. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم التشقير؟ نعم. ما حكم التشقير للحواجب؟ لا يجوز هذا التشقير للحواجب، هذا فيه تلاعب بالحواجب، وقد يكون معه نتف من الحواجب ونمص، هذا لا يجوز. حواجب تترك على ما هي عليه. نعم. بارك الله فيكم. في السؤال الآخر: ما حكم نفخ الشفايف؟ لا يجوز هذا، لأنه من التصنع بما لم يؤت الإنسان، لا يجوز له أن يتصنع بما لم يؤت، يكون كلابس ثوب يزور كما في الحديث. نعم. بارك الله فيكم. سائلة تقول: أمي لا تحافظ على الصلوات، ماذا أفعل؟ مريها بالمحافظة على الصلوات وانصحي لها، هذا واجب عليك، وأيضا أخبري من له علاقة بها من إخوانك وأقاربك يناصحونها، فلا تتركوها تتساهل بالصلاة. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم من أتى زوجته في نهار رمضان؟ يبطل صيامه ولا بد من قضائه، وعليه الكفارة، عليه الكفارة، كفارة بأن يعتق رقبة
فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم. بارك الله فيكم. هل يشترط أن يكون المساكين داخل بلاده، ولا يجوز أن يكون أي من المساكين في يعني من البلاد الإسلامية؟ المراد فقراء المسلمين في أي مكان، ولكن فقراء بلاده أولى. نعم. بارك الله فيكم. وردت عدة صيغ في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، وأيضا روايات أخرى منها التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات. ما صحة الأخذ بهذه الأذكار؟ كله جائز. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات في التحيات فإنه يقال ويؤتى به، أما ما لم يثبت فإنه يترك. نعم. بارك الله فيكم. يقول أخونا محمد الرويثي من المدينة: أنا لم أحج حتى الآن وعلي ديون، هل أستطيع الحج أم أقدم ديوني؟ إذا كان عندك مال يتسع للحج وسداد الديون فإنك تحج، تبادر بالحج. أما إذا كان المال الذي عندك لا يتسع إلا للدين فإنك تقدم الدين، وليس عليك حج في هذه الحالة لأنك لا تستطيع. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاع ببدنه، استطاع بماله. نعم. بارك الله فيكم. الدعاء على الطفل الميت في فقرتين فضيلة الشيخ: متى يعد طفلا حتى نذكر صيغة الدعاء المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله ذخرا وفرطا وشفيعا؟ إذا لم يبلغ، إذا كان دون البلوغ فإنه طفل. نعم. هل صحيح ما يفعله بعض الآئمة بذكرهم: الصلاة على الموتى 3 رجال 5 نساء طفلين؟ إيه نعم، الحضور، حضور الجنائز ينبه على ذلك بالجنائز وعددها وأنواعها، لا بأس بذلك ليكون الناس على بينة. نعم. بارك الله فيكم. ما المقصود في الدعاء لهذا الطفل الميت: اجعله ذخرا وفرطا وشفيعا؟ هذا طيب، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل المقصود ذخرا يا شيخ، ذخرا لوالديه في الدعاء ولا في الشفاعة؟ ذخرا لوالديه عند الله جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم. إذا سلمت من الصلاة قبل الانتهاء منها، إذا سلمت من الصلاة ثم قمت مباشرة لأداء الفريضة، هل هذا يعد فعلا خطأ؟ نعم. تقول السائلة: إذا صليت الفريضة قمت مباشرة فصليت السنة، هل يعد ذلك خطأ؟ لا يعد خطأ، ولكن كونك تتأخرين تأتين بالأذكار الواردة بعد السلام ثم تقومين بعد ذلك للنافلة، هذا أحسن وأتم. نعم. بارك الله فيكم. كنت أصلي نافلة في الليل ركعتين ولم أنتبه ولم أسلم، فقمت مواصلة في التسليمتين الأخريتين، هل أجعلهما 4 بتشهد واحد؟ صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قمت إلى الثالثة وتذكرت فاجلسي وأتي بالتشهد ثم تسجدين للسهو وتسلمين منها. نعم. بارك الله. السؤال فيما يتعلق بالتسبيح بالمسبحة، هل يعد سنة أو بدعة؟ إذا كان القصد من عدد التسبيح ضبط العدد فقط فلا بأس بذلك، أما إذا اعتقد أن المسبحة لها فضل وأن التسبيح بها أفضل من عدمها فهذا غلط ولا يجوز ولا أصل له. نعم. بارك الله فيكم. سائل أو سائلة من القنفذة رمز لاسمه بنون، يقول: تتعسر علي أموري في أحيان كثيرة، ماذا تنصحون به وأرجو منكم الدعاء لي؟ إذا تعسر عليك شيء فاسأل الله التيسير، ولا تكره إذا لم يحصل مقصودك، ربما يكون أن هذا خير لك، أن الله أخره رحمة بك، فأنت تدعو، وأما حصول المقصود
فهذا تكله إلى الله عز وجل، ولا تكن كالذي يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء. نعم، بارك الله فيكم. هل ورد أن هناك جهر في صلاة الجنازة؟ لا، لا يجهر في صلاة الجنازة، سرية سواء في الليل أو في النهار، سرية صلاة الجنازة. بارك الله فيكم. يحصل أحيانا ونحن في المسجد نتابع أحوال الأسرة أو أحوال أعمالنا أو تجارتنا من خلال الجوال، فهل يعد هذا من طلب الدنيا داخل بيوت الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا من الانشغال عن ذكر الله عز وجل، فالمساجد إنما تكون لذكر الله وعمل الطاعات، انتهزوا وجودكم فيها في هذه الأعمال الصالحة. وأما أمور الأسرة وأمور الدنيا فهذا خارج المسجد. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ليس لدي وظيفة وزوجتي وابنتي في بيت أهلها، فهل يلزمني أن أصرف عليهما وهما في بيت أهلهما؟ نعم، نفقتهما عليك سواء كان عندك أو في بيت أهلك، نفقتهما عليك. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم أكل الظبي؟ الظبي أو الضب؟ الضبع، الضبع. نعم يا شيخ، يجوز أكل الضبع، يجوز أكل الضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه أصيد هو؟ قال نعم، فيؤكل الضبع. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: جاء على يدي غرق وهو عازل، الغرق اللي هو الصمغ، وتوضيت وصليت وبعد أن انتهيت انتبهت لذلك علما بأنه شيء يسير، هل يجب علي إعادة الصلاة؟ إذا كان يحول دون وصول الماء إلى الجلد فإنه يجب عليك إزالته وإعادة والوضوء وإعادة الصلاة، أما إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى الجلد فلا بأس به. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم خروج يد المرأة وهي تصلي أو قدميها؟ لا يجوز لها ذلك، المرأة عورة كلها في الصلاة إلا وجهها، إذا لم يكن عندها رجل من غير محارمها فإنها أيضا تغطي وجهها عن الرجل، وإن بدا شيء وتركته متعمدة فإن صلاتها غير صحيحة. نعم، بارك الله، لأنها لم تستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة. نعم، بارك الله فيكم. حكم مسح الرأس، هل يجب أن يكون شامل الرأس كله أو أكثر؟ لا، كل الرأس، الصحيح أنه كل الرأس. نعم، بارك الله فيكم. نحن في مدرستنا نتيجة ضيق المصلى نقسم المصلين من الطلاب والأساتذة إلى قسمين، فيصلي دفعة أولى ثم يأتي دفعة أخرى فيصلون صلاة الظهر، هل يفوتنا الأجر باعتبار أن المكان ضيق ونحن لم نصلي إلا الدفعة الثانية؟ لا يفوتكم الأجر إن شاء الله، ولكن حاولوا توسعة المصلى، حاولوا توسعة المصلى في المدرسة ليسع المصلين كلهم في المدرسة. نعم، طيب، وفي حالة تأخير الصلاة يا شيخ كما هو حاصل في بعض المدارس ربما يتأخرون نصف ساعة أو ساعة عن الوقت المقرر، هل يعد ذلك فواتا للأجر؟ إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس، ولا يفوت الأجر إن شاء الله. نعم، هل يجوز إعطاء الجمعيات الخيرية شيئا من زكواتنا؟ الزكاة تدفع للمحتاج من المزكي إلى يد المحتاج أو إلى وكيله ولا يؤخرها، والجمعية قد تؤخرها أو تخلطها مع أشياء، فعليك أن تدفع الزكاة وتتولى ذلك بنفسك أو بوكيلك الذي يوصلها إلى المحتاج. نعم، بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا معاقة وأجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل يجوز أن أصلي المغرب قبل العشاء بعشر دقائق أو أنتظر الأذان؟ الجمع بين الصلاتين يجوز للمرض ويجوز للسفر ويجوز بين المغرب والعشاء للمطر، هذه أحوال الجمع المباح، ومن يحتاج إلى الجمع من المرض كحالتك لا بأس بذلك. نعم، بارك الله فيكم. في سؤالها الثاني تقول: عندي يد كفها نازل
أضع عليها لفة أو ساند مثل الخشبة لتحسين وضعها، ويصعب علي أن أزيلها وقت الصلوات، فهل أمسح عليها ويكفي ذلك؟ لا، ما لا بد من غسلها، لا بد من غسلها، ثم تضعين عليها ما تشائين. نعم. ما حكم قول الرجل يا ستار؟ ما ورد هذا الذي ورد؟ ستير من أسماء الله الستير. نعم. بارك الله فيكم. هل من نسي أن يقول بسم الله وقت الوضوء يكفيه أن يقول بعد ذلك حينما يتذكر عند يعني تكبيرة الإحرام أو شيء من ذلك؟ نعم. لمن نسي أن يسمي وقت الوضوء عند الوضوء، نسي أن يسمي ثم تذكر بعد ذلك عند وقت الإقامة أو شيء من ذلك، يصح الوضوء إذا نسي التسمية فإن وضوءه صحيح، إنما تجب التسمية على الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان، فوضوءه صحيح والحمد لله. الحمد نعم. لله. بهذه الإجابة فضل الشيخ انتهى وقتنا ولقاؤنا بكم. الله يبارك فيكم. شكر الله لفضل الشيخ على ما قدم. أحبتنا المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لكم على حسن المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل الصالح. نترككم في رعاية الله على من لقاء بكم وأنتم على خير وتقوى. طبتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.